أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام في كل مكان عبر الصباحات السودانية. وصلنا معكم للملف الثاني من الصباح والحديث فيه حول المؤتمر الشبابي العالمي لقضايا الفكر المعاصر. سعد جدا بالحوار والنقاش في الصباح مع الأستاذ الباحث عثمان بشير رئيس لجنة البرنامج المصاحب للمؤتمر الشبابي العالمي للفكر المعاصر. مرحبا بك وصباح النور. صباح النور وصباح الخير لكل مشاهدي قناة اس 24. أهلا بك وأهلا بك دكتور حسام شاكر خبير ومحلل سياسي ومشارك في المؤتمر. أهلا وسهلا بتحياتي. بداية أستاذ واثق أبدأ معك، وشنو فكرة المؤتمر الأساسية؟ بدأ بالأمس من 3 ديسمبر وحينتهي باليوم، لكن الفكرة الأساسية شنو للمؤتمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة المؤتمر الشبابي العالمي لقضايا الفكر المعاصر يمكن يأتي تحت مظلة أمانة الشباب بالمؤتمر الوطني الاتحادي، وفي منظومة الخطة الاستراتيجية لأمانة الشباب بالمؤتمر الوطني، وأيضا يأتي تحت هذه المظلة للعام في خطة العام 2017 كواحدة من التحديات الكبيرة التي يشهدها شباب العالم في إطار التحديات الفكرية اللي بتواجه الشباب والقضايا الفكرية اللي بتواجه الشباب. حقيقة يأتي كمنظومة تعمل بمشاركة دول خارجية ومشاركة عدد من المفكرين والعلماء الأجانب حتى نقيف على القضايا الفكرية اللي يواجهها الشباب ليس على مستوى السودان فحسب، إنما على مستوى شباب بلاد العالم أجمع يعني. طيب أستاذ حسام، يعني ذكر أستاذ واثق الفكر المعاصر للشباب والتحديات الكبيرة جدا، لو جينا من النقطة دي ذات نفسها شنو تحديات الشباب الآن في الوقت الحاضر؟ ولما نتكلم عن العالم المعاصر الآن بنشوف في قضايا كثيرة جدا، لكن أبرز هذه القضايا. يعني طبعا الشباب، بعد التحية، الشباب يعيشون في الواقع تحولات سريعة جدا، وهذه التحولات تجعل الحياة اليومية مع الوقت تختلف بشكل متسارع غير مألوف، وهذا يعني يفرض وطأة كبيرة عليهم. بمعنى إذا تحدثنا عن طبيعة المسائل الفكرية الآن تلوح أمامهم في مفاهيم معينة تتعلق بالقيم، قيم نفسها، قيم الأسرة مثلا اليوم في عالم اليوم لم تعد كما كانت من قبل. القضايا الفكرية الجوهرية متعلقة بالأفكار بالمعتقدات أيضا فيها قدر ما من الهزات، لأن المجتمعات لم تعد كما كانت في السابق محلية، أصبحت منفتحة على العالم بكل ما فيه من تفاعلات وأيضا ربما تشكيك بمنظومات قيمية معينة. أتصور هذا يمثل إشكالا وتحديا. الجانب الآخر أنه صعود المادية في العالم، صعود النزعات الاستهلاكية في العالم، محلال القيم، الدفء الاجتماعي، هذا كله يضغط على نفسيات المجتمعات. الشباب بشكل خاص أيضا الآن منغمسين في جانب التقني، وهذا له فوائد عظيمة جدا وهائلة، ولكن أيضا له تحديات وله مشكلات وله أسئلة كذلك، وهذا تؤدي طبعا إلى قدر ما من الظواهر التي نجدها في حول العالم. السودان يبقى في نوع من السعة في هذا، لكن حول العالم هناك شنو الظواهر؟ يعني مثلا حول العالم في زيادة الانتحار بين الشباب، ونتحدث عن هناك حركات منظمة داخل الشبكات الاجتماعية لتشجيع الشبان والمراهقين على الانتحار، لكن هذا الحمد لله يعني الناس نحسب أنه كثير من الأوطان العربية والمسلمة بمعزل نسبي عن هذا، لكن يبقى تحديا إذا حاولنا أن نجد أنه تفكيك القيم بمعنى لا يعود للمعنى الأسرة قيمتها، الأب والأم، بر الوالدين، حتى الرعاية والاحتضان، حماية الأسرة اليوم، تمكين الشباب للصعود، الإيمان أيضا بمعنى كيف يستطيع الإنسان أن يعيش حياة ناهضة وناجحة وبنفس الوقت أن يكون يعيش في حالة من الطمأنينة النفسية والإيمان، هذا مجموعة عناصر. طبعا هناك آفات المخدرات، هناك آفات الشعوب، التهميش الاجتماعي، أن يكون صوت الشاب مسموعا، قادر أن يحقق نفسه، مجموعة عناصر فيما بينها تشكل لنقل وحدة موضوعية حول ظواهر سريعة التحول وتضغط على نفسيات الشباب أكثر من أي وقت مضى. طيب أستاذ واثق، يعني أشعار المؤتمر هو فكر شبابي متجدد، كيف يمكن لهذا الفكر الشبابي الذي تودون أن يتجدد بشكل مباشر أن ينمو ويزدهر في ظل الأشياء الكثيرة جدا ذكرها الدكتور؟ يعني شنو الوصفة ممكن برضو يقدمها المؤتمر؟ يعني
حقيقة لو سمحت لي الأخ عمار، إنه المؤتمر حقيقة يأتي برعاية كريمة من أخونا في أخونا باشمهندس إبراهيم محمود حامد نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون الحزبية ومساعد رئيس الجمهورية، برعاية وتشريف من السيد إبراهيم محمود، ويأتي تحت الشعار الذي ذكرته، فكر شباب متجدد. حقيقة الشباب هم القلب النابض للحزب في كله، نحن نعلم دماء الشباب الروح الحية في كل شيء. يعني يأتي هذا الشعار في إطار نحو انطلاقة جديدة نحو القضايا الفكرية التي ذكرها دكتور حسام شاكر، وحقيقة عدينا لهذا المؤتمر عدد من الأوراق حتى نستطيع أن نحقق لهذا الشعار أهدافه ونحقق له مخرجات من خلال الفكر والشباب المتجدد. حقيقة الأوراق عندنا يمكن عدد 8 أوراق تفصيلية تهم الشباب، أبرز ما يميزها قضايا الشباب في زمن التحولات، قضايا ظواهر اتجاهات، ويمكن قدمت بشيخ الدكتور حسام شاكر في يوم أمس. الورقة الثانية دور الشباب في تعزيز الفكر الإسلامي، ودي سوف يقدمها دكتور محمد إقبال فرحات من تركيا. أيضا عندنا دور التواصل، المواقع التواصل الاجتماعي ودورها في الحضارة والقضايا الفكرية ورسالتها، ونحن نعلم الآن العالم كله أصبح تواصل وكله إلكتروني. يعني عندنا أيضا عدد من الأوراق الرئيسية اللي بتهم القضايا الشبابية، عندنا يمكن ورقة بعنوان هل باطت أوروبا حلما للشباب السوداني، دي يمكن يقدمها دكتور وليد عبد الرحمن وهو سوداني مقيم في النمسا إن شاء الله. أيضا عندنا عدد من الورش اللي بتتكلم عن التحالفات الاستراتيجية في فض النزاعات، وعدد من البرامج الكبيرة اللي هي نحن نأمل ونطمح في أنه هذا المؤتمر من خلال التداول والنقاش في هذه الأوراق بواسطة الإخوة مقدمي الأوراق المفكرين والعلماء الذين أتونا من خارج البلاد، في أنه نخرج بتوصيات تعيننا وتعين الشباب السودان وتعين شباب البلاد في أنه نحن نقدر نستطيع نحقق الأهداف التي من أجلها أقيم المؤتمر. طيب خلينا أشيل منك النقطة ذكرتها بتاعت الأوراق اللي هي هل باتت أوروبا حلم للشباب، بنشوف تزايد عدد الهجرة بشكل مباشر جدا شرعية وغير شرعية لأوروبا، وبشكل شرعية أكثر يعني من خلال بنعرف المعلومات. دكتور يعني لو جينا في النقطة دي نحاول نفصلها ونعرف حولها معلومات، هل فعلا باتت أوروبا حلما للشباب العربي والإفريقي وكل الناس؟ يعني نشوف الهجرة لأوروبا بشكل مباشر جدا، من وين نابع هذا الحلم؟ وطبعا الحلم لا يعني الحقيقة، فيمكن الإنسان يحلم بالشيء لكنه يمكن يتحقق طبعا، ولكن المقصود أن الناس قد تحلم بشيء رأته بصور طبيعية. من يشاهد اليوم الأفلام والصور البديعة في أماكن معينة في العالم يحلم أن يكون ضمن هذا الواقع الذي رآه بمشاهد لكن لم يعايشه، وتصور هناك بكل تأكيد معاناة جسيمة يواجهها من يأتي إلى بلدان بشكل غير مشروع. أول شيء طريق السفر نفسه في خطوة أو بما في غرق أو في تهديد الحياة. الشيء الثاني أيضا هو القوانين اليوم في أوروبا لم تعد ترحب بالناس، لم تعد تفتح الأبواب. التصور أوروبا فيها مشكلة قيمية الآن أيضا، بما هناك تدهور. مثلا عندما نتحدث عن الطموح أن تكون أوروبا بلد الحرية والانفتاح، اليوم عندنا تحديات سياسية، عندنا تأجيج يميني عنصري متطرف في بعض الدول، هناك قوانين متشددة، لم تعد الصورة التي الرومانسية الحالمة لأوروبا هي الواقع. لكن ليس كل الذاهبون لأوروبا يعني أفكارهم رومانسية أو حالمة أو ما شابه. صحيح صحيح. نسمع بأن ألمانيا استقبلت أكثر من 2 مليون لاجئ. نعم. يعني هذا رقم كبير جدا. نسمع برضو بالحقوق بالحرية. نعم. وربما مشوا سمعوا بأنه الأشياء دي مطبقة على الواقع وبيحكوا برضو القصة. هو صحيح يعني، ولكن الذي لجأ في العموم إلى بلدان أوروبية وقطع هذه الرحلة يتحدث عن الجانب المشرق ربما، لكن هناك معاناة أخرى. صحيح. هناك أسر صعب عليها أن تتكيف، هناك أطفال ينتزعون أيضا من بعض الأسر لأنهم لم يتوافقوا مع المعايير الألمانية في التربية، هناك اعتداءات سنوية في ألمانيا، أكثر من 1000 اعتداء على أماكن إيواء اللاجئين كمثلا، وبالتالي هناك نصف آخر من الرواية. هذا لا يعني أنه أوروبا ليست فيها فرص، ولكن في المقابل ينبغي أن تكون هذه الصورة واقعية وليست حالمة. الصورة الحالمة تكون مضللة، وفي النهاية
عندما يذهب الشاب إلى بيئة جديدة ويتصور أنها تفتح ذراعيه لها له ونحو ذلك، أتصور هذه تكون غير دقيقة، حيواجه الصعوبات في العمل، في القوانين، في الإجراءات، وربما يجد نفسه على هامش المجتمع. يعني هو واحدة من قضايا الشباب في الفترة يحتاج الشباب أن يفكروا بعقلهم وليس بأمنياتهم، يفكروا أيضا بوعيهم وليس بقلبهم، لأنه أحيانا الجموح في تصور أن هناك عالما سوف يلتحق به الشاب ويجد نفسه مباشرة، هذه رواية قديمة الآن لم تعد. طيب نمشي لرواية جديدة، لو حبينا أنه نعكس وجه مشرق برضو للشباب داخل السودان أستاذ واثق، والتجربة السودانية في رعاية الشباب واحتضانهم وتقديمهم بشكل أمثل، يعني بنسمع الآن بكثير من تمثيل للشباب في كثير من المجالس وكثير من الأشياء، برضو تجربة سودانية فكرته شنو مع المؤتمر ذات نفسه؟ في الشباب السوداني له تجاربه الخاصة وله ميزاته، وكثير من الشباب استطاع أن ينقل تجارب خارج من السودان إلى الخارج، ونحمد الله سبحانه وتعالى إنه شباب السودان بصفة عامة يمكن له كثير من القضايا اللي حقق فيها نجاحات كبيرة جدا، ويمكن من خلال هذا المؤتمر أيضا ليس تقديم أوراق فقط وإنما نقل للتجارب من الدول التي أتتنا من الخارج. ممكن الدول تعرفنا عليها؟ حقيقة نحن الآن مشاركين بحمد الله سبحانه وتعالى، طبعا انطلق المؤتمر يوم أمس بحضور وتشريف كبير جدا من السيد مساعد رئيس الجمهورية إبراهيم محمود ودكتور عصام أحمد البشير رئيس مجمع الفقه الإسلامي، هذا الدكتور الذي يدعي الوسطية والاحتلال في الإسلام وهو شريك أصيل في هذا المؤتمر. وبعد أن فتحت الجلسة الافتتاحية تداولنا على الأوراق بمشاركة عدد من الدول، يمكن أخ دكتور حسام شاكر هو من النمسا، وأخونا دكتور محمد إقبال فرحات هو من تركيا، أيضا مشاركنا دكتور إسكندر كركاي هو رئيس جناح الشباب بحزب العدالة والتنمية في تركيا، أيضا مشاركة خاصة جدا من أخواننا في تونس وليبيا ومصر والجزائر والمغرب، وأيضا شبابنا على مستوى بلاد المهجر الذين يعني خرجوا من السودان لفترات طويلة ولهم إسهامات واضحة في هذه الدول، أتينا من بعضهم يعني الآن جو وأعدوا أوراق وقدمت بعضها قدم أمس، واليوم إن شاء الله تستكمل هذه الأوراق بمشاركة هذا الكوكب النير من العلماء والمفكرين الذين حضروا إلينا في إطار نقل التجربة والخبرات وفي إطار توثيق العلاقات الشبابية بين الدول. وحقيقة ما يميز السودان بالشباب الموجود فيه كثير من يمكن نسمح كثير الآن من الجوائز العالمية الذين حصدوها الشباب حقوها شباب السودان، وكثير من الاختراعات والتجارب وكثير من الأفكار التي وجدت طريقها وجدت في طريقة التنفيذ من خلال شباب سودانيين. طيب قدموا عدد من الأوراق في المؤتمرات الخارجية وكثير، ونشهد حقيقة تجربة الشباب أيضا في عدد من البرامج والمشاريع ومشاريع الاستقرار الشباب والتجارب اللي نفذناها من خلال كثير من البرامج التي نفذت من خلال برامج الأمانة. طيب أنا تفضلت لي دقيقة واحدة أو أقل من دقيقة دكتور، عاوز أديك فرصة أخيرة كيف نخرج بخطاب شبابي متفق عليه عالميا يخص قضايانا يخص ثقافاتنا المختلفة والمتعددة. مهم جدا شاب يكون عنده ثقة بنفسه عالية، ثقة الحضارية بنفسه أيضا عالية، الانفتاح وعدم التوجس من الآخر، لا يشعر أنه هو الآخر سوف يغزوني إنجاز التعبير، بالعكس يكون واثق بنفسه أن يساهم في صياغة أفكار العالم وليس فقط في بيئته. يعني الفكر في السودان ليس للسودان فقط، ينبغي أن يكون فكرا للعالم، رؤى للعالم، إشراقات للعالم، حتى يستطيع أن يعطي الناس تنتظر من السودان أيضا مساهمات بحجم السودان وقيمته الحضارية وعمق التاريخ، وتصور شباب السودان يستطيعون إن شاء الله. أشكرك، شكرا جزيلا دكتور حسام شاكر خبير ومعلم سياسي، شكرا لكم كذلك الأستاذ الواثق عثمان بشير رئيس لجنة البرنامج والبرنامج المصاحب للمؤتمر الشبابي العالمي لقضايا الفكر المعاصر، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله نخوض بخطاب شبابي متفق عليه وعالمي. شكرا جزيلا. فاصل قصير عبر صباحات السودانية، خليكم معنا.